بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أريج ميني، أخصائي أول علاج وظيفي. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن الماستر ديجري in Occupational Therapy in the UK. There are different types of master degree in occupational therapy in the UK. عندهم ثلاثة أنواع مختلفة للحصول على درجة الماستر بالعلاج الوظيفي. النوع الأول pre-registration in MSc Occupational Therapy، والنوع الأول عادة بيكون لغير المتخصصين بالعلاج الوظيفي. مثال على ذلك، لنفرض أنه عندنا أخصائي علاج طبيعي أو تخاطب أو أخصائي نفسي وحابين يحصل على درجة الماستر بالعلاج الوظيفي، بإمكانهم التسجيل بالpre registration course للحصول على درجة الماستر بالعلاج الوظيفي. النوع الثاني بيكون اللي هو البوست ريجستريشن ان اوكيوبيشنال ثيرابي، واللي بيقدم على النوع هذا بيكون معاه شهادة البكالوريوس بالعلاج الوظيفي. هنا انا ذكرت لكم بعض الجامعات اللي تعطي شهادة الماستر للمختصين اساسا في العلاج الوظيفي، منها برايتون يونيفرسيتي، برونيل يونيفرسيتي، ان كارديف يونيفرسيتي، ودي الجامعات كلها معترف بها من قبل التعليم العالي. والنوع الأخير اللي هو الأوروبيان ماستر إن أوكيوبيشنال ثيرابي، بيكون طبعا للمختصين في العلاج الوظيفي، لكن طريقة التدريس بتختلف. بيدرس الطالب المواد المطلوبة منه في 5 دول أوروبية مختلفة. النوع الأول اللي هو البري ريجستريشن، والنوع الأخير اللي هو الأوروبيان ماستر إن أوكيوبيشنال ثيرابي، هذه غير معترف بها من قبل التعليم العالي. فبالتالي احنا راح نتكلم ان شاء الله عن البوست ريجستريشن ان اوكيوبيشنال ثيرابي. طبعا الدراسه في الجامعات كلها بتكون تقريبا نفسها، لكن بتختلف احيان في مده الدراسه. في جامعات بتكون الدراسه فيها 2 سنين، وفي جامعات بتكون الدراسه فيها 1 سنة و6 شهور. بون الوحدة من الجامعات اللي بتعطي درجة الماستر وعندها البوست ريجستريشن كورس، طبعا عندهم فول تايم وعندهم بارت تايم. عندهم فول تايم كورس وبارت تايم كورس. الفول تايم بيكون 1 سنة، والبارت تايم بيكون 3 سنوات دراسية كاملة. الطالب اللي بيدرس الفول تايم كورس مطلوب منه انه يخلص المودولز خلال 1 سنة دراسية كاملة، وبعد ما ينجح الطالب ويعد جميع المواد الدراسية مطلوب منه 6 شهور زيادة لعمل الديزرتيشن. هنشوف ايش هي الريكويرمنتس لجامعة برونيل للتقديم على البوست ريجستريشن كورس ان اوكيوبيشنال ثيرابي. لابد من الحصول على درجة الباتشلر ديجري ان اوكيوبيشنال ثيرابي، واذا كان الطالب من خريجي بريطانيا يكون حاصل على درجة الفيرست اور سكند كلاس هونرز ديجري، واخيرا الحصول على درجة الايلتس اللي هي 6.5 فور انترناشونال ستودنتس. Education fees for the full-time course بتكلف £16,500 per student per year for international student. تكلفة الدراسة عندهم بتختلف من سنة لسنة على حسب نسبة الغلاء والضرائب عندهم. طريقة التسجيل بتكون عن طريق الأونلاين أبليكيشن. ممكن الطالب يدخل موقع الجامعة ويعبي الأبليكيشن أونلاين ويرسلها لهم، أو عن طريق الايجنتس ممكن الطالب يتواصل مع أي ايجنت أو مكتب قبولات. في مكاتب في بريطانيا ممكن تجيب القبولات بالمجان. يحتاج الطالب توفير بعض المستندات المطلوبة من قبل الجامعة أو الايجنت. المستندات المطلوبة بتكون اللي هي الgraduation certificate, transcript, 2 or 3 recommendation letters, copy of passport, personal statement. بالإضافة للإنترفيو، بعض الجامعات بتطلب مقابلة الطالب زي جامعة برونيل وبرايتون، لكن بعض الجامعات زي جامعة كارديف ما بتطلب إنها تقابل الطالب. تبدأ السنة الدراسية بجامعة برونيل في سبتمبر، وتقريبا أغلب الجامعات بتبدأ في نفس الشهر. عدد المواد اللي حيدرسها الطالب خلال السنة الدراسية حتكون 7 مواد in total. 2 modules بتكون optional بيختارها الطالب على حسب الانترست area، و5 مواد حتكون إجبارية. assessment بتكون بطرق مختلفة، assignment أو viva أو presentation أو practical exam. طبعا practical exam بيكون على حسب اختيار المواد للطالب. في مواد ما فيها practical exam، فقط assignment و presentation، لكن في مواد بيكون فيها practical exam إجباري.
بعد ما يخلص الطالب من جميع المواد الدراسية حيبدأ مرحلة الديزرتيشن في 6 شهور الأخيرة. في المرحلة هذه حيختار الطالب الموضوع اللي حاب يعمل الريسيرش عنه، وحيختار السوبرفايزر اللي بيكون انترست في نفس الاريا عشان يشرف على البحث تبعه. لو جينا بحث عن البوست ريجستريشن اوكيبيشنال ثيرابي كورس برون اليونيفرسيتي، طبعا شوفوا حتطلع لنا اللي هي البري ريجستريشن، فاحنا ما حندخل على البري ريجستريشن، احنا اللي يهمنا اللي هي البوست ريجستريشن زي ما انتم شايفين. طيب لو جينا عملنا كليك، طب هنا بعد ما عملنا كليك فتحت لنا الصفحة هذه فيها جميع المعلومات عن الكورس، المواد اللي تختاروها اللي هو الكورس ستركشر، المتطلبات، الويب سايت. أتمنى تكونوا أنكم استفدتوا من المعلومات هذه، وإذا عندكم أي سؤال نحكون على السناب لمدة ساعة.